الساعة 8:00 صباحا يفتح هذا المركب السياحي أبوابه معلنا بداية موسم الاصطياف، موسم تأخر بسبب انتشار وباء كورونا. فعقب قرار الوزارة الأولى بإعادة فتح الشواطئ، اتخذ مركب الأندلسيات كباقي الفنادق والشواطئ الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة المصطاف. كما راك تشوف لي بلاج لا ديستانسياسيون دارت لي بنغالو لي شومبر لو ريستورون لي تيراس دي ريستورون لو نيتواياج دي بنغالو لو بروغرام دي نيتواياج دي بنغالو لي شومبر لو بروغرام دي نيتواياج دي شومبر لا ريسيبسيون لوتيليزاسيون دي دي دو جيل او نيفو دو لا ريسيبسيون او نيفو دي زونتري دي بلوك لي شومبر غادي لي كليون يلقاو دي بروسبكتيس اللي يعاودوا يذكروهم بالاجراءات المعمول بها حاليا تاع الكوفيد 19. ما يخص فدائما نقولوا الوقايه خير من العلاج، دونك هذا البروتوكول سانيتير إلي في بور بريزيرفي لي كليون تاعنا لي زيستيفون تاعنا على جال الصحه تاعهم بيان سور، الصحه هي الاهم. Donc, comme je l'ai dit, il y aura une distanciation de 3 mètres entre les parasols. Il n'y aura pas un regroupement d'au-delà de 10 personnes par groupe, par famille. وهنا تجد من المصطافين من يتخذ كل الوقاية والحذر أثناء ارتياده للشواطئ، ومنهم من لا يكترث لذلك. كنت مبحر وكل خطرة. ما كنت خايف من المرض ولا؟ ما كنتش خايف من المرض. الناس بحر دي الوقاية نتاعها وتحرز روحها، المرض راه كاين ما يقولوش ما كانش. شتوا راه يحرزوا روحهم، انطبقوا القوانين. قال ديروا ذي نديروا ذي، قال تبعدوا نبعدوا، قال حرزوا روحكم نحرزوا روحنا. وإن كانت الشواطئ قد أصبحت مسموحة للمواطنين، إلا أن وعي ومسؤولية المواطن في الحفاظ على صحته وصحة عائلته ضرورية من خلال احترام الإجراءات الوقائية أثناء ارتياده للشواطئ.